الدنيا شلة من الصحاب وفيها كتير أشكال، اللي ناسي دينه واجب واللي فاكر يتقال، واللي خايف غدر غيره واللي الغدر غيره صاحب، واللي بايع بايع الغالي ودايما للرخيص مصاحب. فيها كتير اشكال، اللي ناسي دين واجب واللي فاكر يتقال، واللي خايب غدر غيره واللي الغدر غيره صاحب، واللي باع الغالي دايما بس للرخيص مصاحب. صاحبنا عايش وسط غابة لازم يتقلب زيهم، لو فضل لحق غالب للأسف حاكم ضدهم، فالتزم بنص دور وقرر انه يعيش وسطهم، باع للدنيا عقد روحه والتزم وبقى منهم. وعهدك ميزانك في المحاولة، يا ما الشباب في سنك مال وجه وصيت ودولة، قدرت الدنيا بيهم طفت في نور عينيهم، عشان فيهم صدقوا وعد كم الدنيا ليهم. فاحمينا يا كريم من سوء العمر والنهاية، واحمينا من سواد عقولنا لو وسيلة لأعلى غاية، واحمينا من شر الصحاب الغدارين، ده صاحب لو يكون في صاحبه يبقى باقي مين. من سوء العمر والنهاية، واحمينا من سواد عقولنا لو وسيلة لأعلى غاية، واحمينا من شر الصحاب الغدارين، ده صاحب لو يخون في صاحبه يبقى باقي مين. 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 صاحب لو يخون في صاحبه يبقى باقي مين.